السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا حلوات؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم إن شاء الله راح يكون مشترياتي من معرض من الصناعات الوطنية أو من معرض الحارثي زي ما هو متعارف عندنا في جدة. فإذا كنت مهتمة وحابة تعرفي تفاصيل أكثر تابعي معي الفيديو للآخر. بس قبل يا حلوة لا تنسي تشتركي بالقناة وتفعلي جرس التنبيه، وكمان لا تنسي تحطي لي لايك، ويلا نبدأ على بركة الله الفيديو. بس قبل حابة أجاوب على أسئلة كثير جاتني في سناب لما كنت أصور في المعرض هذا. أنا طبعا رحت يوم السبت، فكنت أصور يعني سناب، أكيد اللي معايا في سناب كانوا شايفين، وكمان نزلته في شورت فيديو ونزلته برضو في التيك توك. كثير سألوني فين هذا المعرض، كيف آلية الدخول، وأشياء كثيرة. شوفوا، هذا المعرض يفتح عندنا في جدة كل سنة، هو طبعا كان متوقف سنتين بعد كورونا لكن رجع الآن يعني من العام. يفتح من نص شعبان لحد ليلة رمضان، ويرجع يفتح من نص رمضان لحد ليلة العيد. هو عبارة عن معرض للصناعات الوطنية، يعني كشكات مثلا، في جلابيات مصرية، في جلابيات كويتية مغربية، في له بهارات اليمنية، في له بهارات الشامية، في له يعني ركن سوري، يعني عبارة عن من اسمه منتجات وطنية أو الصناعات الوطنية. كيف آلية الدخول؟ عادي، الدخول مجانا، في مواقف طبعا سيارات، والدخول مجانا لأنه برضو سألت هل في مواقف ولا لا، مسموح الأطفال عادي، بس أنت تروحي في الكشك اللي تبغي وتشتري عادي. الأسعار مختلفة بأمانة، كل سنة تكون أرخص بكثير من هذه السنة. هذه السنة شوية رفعت، مش شوية، شويتين. فعلى قولة الرجال يعني لما زوجي سألوا قالوا ليش غليت الأسعار، قالوا كل شيء غلي أصلا يعني. فالحمد لله على كل حال. فبس هذه هي الأسئلة اللي تكررت عندي وحبيت أجاوب، ويلا نبدأ على بركة الله الفيديو وأوريكم المشتريات. أنا قاعدة أصور لكم الساعة 4 الفجر، صار لي كذا كم يوم أنا بدري وأصحى بدري، ما أدري من صحيت اشتهيت قهوة عربي، ما أدري ليه، يمكن عشان شفت البن فمشتهية القهوة العربي. فجيبي لك حاجة عشان تشربيها وإنتي تشوفي الفيديو. أول شيء زي ما قلت لكم الأسعار كانت هذه السنة مختلفة. أنا من زمان أروحه صراحة، كل السنة كنت أروحه لأنه أشياء حلوة والأسعار تكون أفضل من كذا، فالله يستر من السنوات الجاية شكله حيترفع أكثر. أول شيء أخذت التمر هذا، ما أخذته لي، زوجي أخذه لأخواته لأنه يحبوا هذا النوع. الأسعار اللي حكون ذكرتها حاول إني أذكرها، هذا تقريبا ربع أو نص كيلو كان ب15 ريال. شوفوا هذا النوع، ما أدري إيش اسمه. هذا أول شيء. الشيء الثاني أخذت لأصيل الفانوس هذا من ركن الصناعات المصرية، أتوقع إنه هو يغني لأنه هو شاف الأنوار كذا فشدته فصار ينطنط يعني يبغى، بس من فين ينفتح؟ أيوه. شوفوا الإضاءة خفيفة، كان سعره 15 ريال بس. هذه أول رمضان وأصولي حبيبي معايا. إيش كمان أخذت؟ أيوة أخذت هذا الدقيق، هذا دقيق أبيض. أنا ما استخدم الدقيق الأبيض طبعا، برضو من الأشياء اللي مقاطعتها، بس أخذته لأهلي. طبعا في عندهم عدة أنواع للدقيق، في للحلويات، في للبانكيك، في للفطاير، في مش عارفة إيه، وأسعارهم حلوة طبعا، وعندهم عروض، مثلا من تاخدي حبة غير من تاخدي حبتين غير لما تاخدي ثلاثة حبات. هذا أخذته لأهلي، دقيق البيتزا، قالت لي بس تحطي عليه ملعقتين خميرة طبعا وموية وخلاص، وتعجني، هو فيه له كل شيء حتى الملح والسكر وكل حاجة، تقول لي مهما تفردي ما يتأثر بالفرد أبدا. أخذت هذا دقيق البيتزا، وأخذت هذا النوع اللي هو للمعجنات بصفة عامة ولكل شيء، فيه له الخميرة، هذا بس تحطي موية وتعجني بس. شوفوا حتى هنا في الابليكيشن حقهم تقريبا، شوفوا هذا هو التطبيق، اطلب الآن وللتواصل، هذا هو موقعهم، فرع شركة الأطعمة الراقية لتسويق وبيع منتجات بيست ميكس. فكان الواحد بستة ريال. طبعا عندهم قسم للبلاستيكات، عندهم أشياء مرة حلوة في البلاستيكات، تباسي، كاسات، جكات، كراسي، فأخذت هذه الخطبات
3×10 ثلاثة قطع. شوفوا أكبر حجم، حجمها ما شاء الله حلو ومرة كبير، وفي جوتها 2 مرة حلوين. قلت إيش للثلاجة، مع إنه هذا الحجم أحس ما شاء الله تبارك الله مرة مرة كبير، قلت للثلاجة أو ممكن للسمبوسة أو للتمر لما أفرزنه، يعني لما أحطه في الثلاجة، فمرة حلو. كمان أخذت قهوة فرحانة. شوفوا منتجات فرحانة، أنا جربت من عندها البن والهيل والتونة. كرتون التونة عندهم 48 حبة، طبعا هو فيه 48 حبة، أنا أخذه من برا ب130، عندهم هذه المرة ب150، ما أعرف ليه، مع أنه قلت لكم المفروض تكون أرخص. أما هذا البن أخذته من عندهم العام أغلى من كده، هذه السنة حتنصدموا بالسعر. شوفوا هذا جوته عبارة عن 10 أظرف، كل ظرف يعبي لك دلة. أنا جربت من عندهم العام اللي بالهي اللي بال أيوة اللي بالهيل وبالزعفران، هذه المرة الزعفران خلص، فأخذت من عندهم اللي بالقرنفل. تخيل الكرتون فيه 10 أظرف، سعر الواحد بكم؟ ب5 ريال. العام تقريبا أخذت ب10 أو ب15، فكونه ب5 ريال مرة حلو. هذا بالقرنفل وهذا بالزنجبيل وهذا بالهيل. فبصراحة منتجات فرحانة لو لقيتوها خذوها على ضمانتي، خصوصا اللي بالزعفران تجنن تجنن ما شاء الله تبارك الله. وحتى قلت لكم التونة فيك يعني تاخدي بالحبة، بس احنا دائما ما شاء الله، لانه انا وزوجي من الناس اللي نعشق التونه، فدائما ما شاء الله تبارك الله يعني ناخذ بالكرتون. فقلت لكم من برا ناخذها ب 120 او ممكن ب 130، عندهم لقيناها ب 150. حلوه التونه ما فيها زفاره كثير. حتى كمان الهيل حقهم مره حلو ما شاء الله تبارك الله. كمان اخذت قمر الدين، اذا تعرفوه يعني احنا نسميه قمر الدين. انا ما اكله، مو قضية دايت وما دايت، ما أحبه، بس أخذ 2 لأمي و2 لأم زوجي. كان الواحد ب5 ريال، لأن هم يعملوه اللي هو زي العصير أو ممكن زي الكريم كراميل، بس أنا وزوجي أصلا ما ناكله، بس زوجي عشان الدايت وكذا، بس أنا لا، أنا ما أحبه، فأخذ 2. كان الواحد ب5 ريال، يعني حلو الواحد كذا لما يروح ما ينسى أهله ناسه وأحبابه. كمان أخذت البخور، هذا البخور ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، الصلاة على النبي، بسم الله الصلاة على النبي، ريحته تجنن. واحد أتوقع هذا مبثوث أسياد، أكيد طبعا أنا حصور شورت فيديو مع الأيام أو حصور في سناب، يعني بعد التجربة. واحد ريحته خف، والله شوفوا قال لك شوفوا، يعني كأنكم حتشوفوا الريحة ما شاء الله تبارك الله طلعت. واحد يومي والثاني قوي ما شاء الله، تحسوا ايه عيد خطوبة كده، مناسبة حلوة. سعر الواحد ب120، لكن لما تاخذ يعني هو سعر الواحد ب120، بس لما تاخذي 2 سعره حتاخذي 2 بسعر واحد، فاهمين؟ ب120 اي شيء عندهم لما تاخذي 2 حتصل لك بسعر الحبة. يعني هذا كده مثلا لو رحتي انت اشتريتي يعني حاجة واحدة حيحسب لك هي ب120، لو اخذتي 2 حيحسب لك هما الاثنين ب120، ما اعرف نص القيمة او قسموها على 2. ريحتهم تجنن 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 مرة 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 حلوة. في كمان عندهم بخور لبعد الاكل، في عندهم مخمريات، في عندهم مرشات مفارش، بس حبيت هذا. ايش كمان ابغى اخلي هذا اخر شيء، خلينا نجرب ده. ايوه اخذت كمان هذا التمر، انا اخوي مره يحب هذا النوع من التمر اللي هو شوفوا هذا هو قاسي مره، شوفوا حتى يجي حالي 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 بزياده. تخيلوا هذا الكرتون الصغنطوط ب10 ريال، فدائما هو يدور عليه ترى ما يلقاه، يعني ما يحصله بسرعه. فحتى على طول اول ما شفته رجعت البيت ارسلت له قلت له حصلت التمر اللي انت تحبه، ما يحب يفطر الا على هذا التمر. فالسعر للكرتون الصغير هذا 10 ريال. كمان اخذت عندهم ثوب واحد، هذه المره بصراحه ما اشتريت جلابيات كثيره، بس اشتريت جلابيه واحده وهذه الثانيه. اول شيء عندي
من حقة العام 2، أي نعم إنها صارت وسيعة بس مو مرة صارت وسيعة، يعني عادة اللبس. وثاني شيء قلت لكم أنا جالس وزني ينزل، ف ما أبغى كل شوية أشتري. أخذت القماش الشاكلي بس، هذا كانت فيه ألوان، شوفوا هي وسيعة تكة لأنه لارج، وأنا صرت ألبس ما بين ميديوم ولارج، هذا لارج لكن طويلة 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 طويلة، فلازم تروح للخياط ان شاء الله. بس بوريكم التفاصيل من فوق، حلوه بارده 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 مره بارده. شوفوا هذا مقاس لارج، فوسيعه تكه، ماني عارفه كيف اصور لكم التفاصيل. شوفوا حلوه، فحتضيق شيء بسيط، لانه لما شفت الميديم حسيته حتيجي مره ماسكه، وانا ما احب الشيء اللي كذا ماسكه، خصوصا لما يعني اكيد حلبسها بيت اهلي وكذا، فحلو انك تتبحبحي. شوفوا تفاصيلها، الكم حيران، الكم كذا لين هنا، فمره حلوه، وجا طبعا طويله فلازم تروح عند الخياط. برضو كمان اخذت، لقيت عندهم كشك لمنتجات الاطفال، فاخذت من عندهم ايه البامبرز هذه. شوفوا هذا الحجم برا ينباع ب 15 ريال، عندهم ب 10 ريال، للاسف ما كان عندهم الحجم الكبير يعني الكيس الكبير، فاخذت اثنين، اتوقع حسب لي الاثنين ب 15، يعني الاثنين يعني كانك تاخذ الحبه والثانيه بنص القيمه، حتى في عندهم منتجات للكبار، اكيد انتم فاهمين، برضو كانت اسعارها مره حلوه. اخر شيء خليت هذا الشيء لانه كنت ادور عليه صار لي فتره، اخذته انا للامانه ما اعرف اسعارها برا كم، بس هو اقسم لي وحلف لي فان شاء الله يكون صادق. اخذت اول شيء ماكينه البانكيك هذه، ان شاء الله حجربها اكيد، حاسه اني دحين حقفل الكام وحسوي بانكيك على الفطور. قال لي هذه 14 قطعه، طبعا في عندهم احجام، قال لي ضمان سنتين، حلف لي يمين انه هذه برا سعرها ب 120، ما ادري لو كان الله يسامحه كذب علي لا حد يجلطني ويقول لي عشان ما انقهر، انا اخذتها من عنده ب 80 ريال. لا اله الا الله، ما ادري مين قاعد يفحط، انا اخذتها من عندهم ب 80 ريال. فقال لي مره حلوه، وانا قلت دائما اشوف عنها يعني رفيوهات وكذا، واخذت هذه اللي طالعين فيها، دحين راح افتح لكم اشكالها، يعني افتح لكم اشكالها، دحين راح اوريكم اشكالها. اخذت هذه اللي طالعين فيها اللي هي تبشري الجزر والخيار، قال لي حتى البصل، الجبن، اي حاجة لها ثلاثة رؤوس، فان شاء الله برضو مع الايام راح تبان. هذه اخذتها من عندهم هي ب60 ريال، خلالي هي ب50 ريال، فان شاء الله تكون طيبة. يا ربي شكلها سعنتوت، تصدقوا عنده ما شفت شكلها من جوا بس شفتها في العرض. انا ماسكتها بالمقلوب، شايفين كيف الهبل، 14 خانة، ان شاء الله مع الايام حتبان. للامانة اول مرة لسه حجربها. شوفوا هنا الضمان، حلو، شهادة ضمان عامين، كويس. كمان نفتح هذه ونشوف، برضو هذه كمان مع الأيام. نسخة متدربة، شوفوا هذا للبشرة الخشن، هذا للبشرة الخشن، توقع انها تعكس، اذا تعكس حضبب عليها، وهذا للبشرة الناعم، وهذا لبشرة الحلقات زي البطاطس الكريسبي هذا، فان شاء الله تكون حلوة.
بس والله يا حلوات، إلى هنا أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو. إن شاء الله رب الفيديو يكون عجبكم وحبيته، والله يعطيكم يا رب ألف عافية على المشاهدة، وانتظروني في فيديوهات قادمة بحول الله وقوته وفي أمان الله، ومع السلامة.